الله الرحمن الرحيم. أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، أخواتي الحاضرات معنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصتنا اليوم غادي نبداوها بتصحيح التمارين اللي كنت كلفتكم بهم في الحلقة الفايتة، واللي كنا شفنا فيها حرف الطاء مع حركة التنوين. وقبل ما نبداو التصحيح نشوف الكتب ديالكم. مزيان. نعم جيد. إذن نبداو بتصحيح التمرين الأول اللي كيظهر أمامنا على الشاشة، واللي كان مطلوب منكم فيه هو تكتبوا حرف الطاء بحركة التنوين إلى نهاية السطر وكذلك الكلمات. عندنا في السطر الأول حرف الطاء بزوج فتحات، واللي غادي تقراه لنا حليمة. طن. نعم طن. بنفس الطريقة اللي كنت بينت لكم في الحلقة الفايتة غادي نكتبوا طن إلى نهاية السطر كيف كتلاحظوا على الشاشة. ثم عندنا في السطر الثاني حرف الطاء بزوج ضمات، غادي نقراوه فاطمة. طن. جيد طن. وحتى هو بنفس الطريقة غادي نكتبوا على الخطوط الباهتة إلى نهاية السطر كيف كتبعوا على الشاشة. ثم عندنا في السطر الثالث حرف الطاء بزوج كسرات، غادي نقراوه أمينة. طين. نعم جيد طين. وحتى هو بنفس الطريقة تنكتبوه إلى نهاية السطر على الخطوط الباهتة. ثم عندنا هذه الكلمة اللي حروفها كلهم مسبق لنا وشفناهم، نشوفوا حليمة تقراها لنا. بسيطا. جيد بسيطا. وحتى هي غادي نكتبوها بنفس الطريقة على الخطوط الباهتة إلى نهاية السطر بسيطا. ثم عندنا في السطر الأخير هذه الكلمة، نشوفوا فاطمة تقراها لنا. شريط. جيد شريط. حتى هي غادي نكتبوها إلى نهاية السطر. نعم هذا فيما يخص تصحيح التمرين الأول. أما التمرين الثاني اللي غادي يظهر أمامنا على الشاشة، وهو اللي كان مطلوب منكم فيه تقراوا حرف الطاء بحركة التنوين اللي عندنا مكتوب باللون الأحمر في الكلمات اللي الفوق، ثم غادي تكتبوه مكان النقط في الكلمات اللي لتحت. نبداو بالكلمة الأولى خيطا. الحرف اللي غادي نكتبوه مكان النقط أمينة. طن. نعم جيد طن. نكتبوها مكان النقط وغادي نقراوها خيطا. ثم عندنا الكلمة الثانية خطوط. الحرف اللي غادي نكتبو مكان نقاط فاطمة. طن. جيد طن. وغادي نقراوها خطوط. ثم في الأخير عندنا كلمة شريط. الحرف اللي غادي نكتبو مكان نقاط حليمة. طين. جيد طين. وغادي نقراوها شريط. قراو معايا خيطان. خيطان. خطوط. خطوط. شريطين. شريطين. إذن هادو هما التمارين بزوج اللي كان عندكم أنكم تنجزوهم في البيوت ديالكم. الآن غادي ننتقلوا لدرسنا اللي غادي نكملوا فيه حرف الطاء. وكيف كتعرفوا في الحلقات الفايتة شفنا حرف الطاء مع الحركات اللي هي الفتحة والضمة والكسرة ومع السكون، ثم شفناه مع حركة التنوين يعني زوج فتحات زوج ضمات زوج كسرات. بقى لنا الآن نشوفوا حرف الطاء أمينة مع حروف المد. نعم غادي نشوفوا اليوم حرف الطاء مع حروف المد اللي كنعرفوها جميع. ياك فاطمة تفكرينا بها حروف المد؟ جوج فتحات حروف المد. الألف. نعم. الياء. نعم. واخا ماشي مشكل حليمة، قالت لنا هي الألف والياء، بقى لنا واحد الحريف اللي هو نعم الواو. نعم هو حرف الواو. إذن هذه هي حروف المد اللي هي الألف والواو والياء. الآن غادي نشوفوا حرف الطاء كيف كيظهر أمامكم على الشاشة. عنده فتحة، غادي نقراوه طاء. أش نزيدوا عليه من حروف المد اللي كيناسب الفتحة؟ نشوفوا أمينة. ألف. نعم جيد. الألف هو الحرف المناسب لحركة الفتحة، وغادي نقراوه طاء. طاء. قراوه جماعة. طا. مرة أخرى طا. الآن كتبوا طا على الألواح بنفس الطريقة اللي تبعنا في الشاشة، يعني حرف الطاء بالفتحة.
وكنزيدوا عليه حرف المد المناسب لها اللي هو الالف، وغادي نقراوه طا، ونحاولوا نكتبوا الطاء بشكلها الصحيح بحال اللي تعلمنا في الكتابه ديالها. نعم، الان نرفعوا الالواح. نعم حسن جدا، نعم مزيان، تبارك الله عليكم. نعم جيد. اذا طا عندنا بالمد، وعندنا طا اللي حركتها قصيره. وغادي نقراو طا طا، نقراوها جماعه. طا طا طا. نعيد طا طا. جيد، الان غادي نشوفوا طا في امثله اللي غادي تظهر امامنا على الشاشه. لاحظوا معايا هذه الكلمه الاولى، وغادي تقول لنا حليمه فين جانا حرف الطاء الممدود الاول. نعم، جانا في اول الكلمه اللي غادي نقراوها طائره طائره. نقراوها جماعه طائره. نعيد مره اخرى طائره. جيد، نشوفوا طا في كلمه اخرى اللي غادي تظهر امامنا على الشاشه، وغادي تقول لنا فاطمه فين جانا حرف الطاء الممدود وسط الكلمه. نعم جيد، جانا في وسط الكلمه، وغادي نقراوها قطار قطار. نقراو جماعه قطار. نعيد مره اخرى قطار. جيد، الان غادي نشوفوا حرف الطاء بالضمه واللي تنقراوه طو، اش غادي نزيدوا عليه باش يرجع عندنا حرف ممدود؟ نشوفوا حليمه الواو. جيد، الواو. اذا الطاء بالضمه حرف المد المناسب لها هو حرف الواو، وغادي نقراوه طو طو. نقراوه جماعه طو. نعيد مره اخرى طو. جيد، الان على الالواح غادي نكتبوا طو، يعني حرف الطاء بالضمه كنزيدوا عليه حرف المد المناسب لها اللي هو الواو، وغادي نقراوها طو. نعم، نرفع الالواح. نعم جيد، نعم مزيان، شويه ديك الرقبه شويه طوليها امينه، مزيان. نعم ولكن صفيه ما درتيش لينا الواو. نعم مزيان زهور، درتي صغير وشتي الطاء بعتي عليها الرقبه. هانتي لاحظتي، هانتي ديري حرف الطاء، خاص هاد الرقبه تجي فيه ماشي بعيده عليه، وعاد نديرو الواو. ماشي مشكل، هذا اللي بعتيه الرقبه. نعم، الان بعد ما تعلمنا نكتبوا حرف الطاء بالمد بالواو، كيف كتلاحظوا عندنا الطاء بالمد بالواو طو، وعندنا الطاء بالحركه عندنا الطاء بالحركه القصيره اللي هي الضمه. نقراو طو 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 طو. نقراو جماعه طو طو. نعيد مره اخرى طو طو. جيد، الان غادي نشوفوا طو في كلمات اللي غادي تظهر امامنا على الشاشه. كيف كتلاحظوا معايا هاد الكلمه حروفها كلهم سبق لينا وقريناهم. نشوفوا امينه تقراها لينا. سطور. نعم جيد، سطور. فين جانا حرف الطاء الممدود؟ الوسط. نعم، في وسط الكلمه. اذا سطور سطور. نقراو جماعه سطور. نعيد مره اخرى سطور. جيد، الان شوفوا مثال اخر حتى هو غادي يظهر امامنا على الشاشه، وغادي تقول لنا فاطمه فين جانا حرف الطاء؟ اول كلمه. نعم، حرف الطاء الممدود جانا في اول الكلمه، وغادي نقراوها طوفان طوفان. نقراو جماعه طوفان. نعيد مره اخرى طوفان. جيد، اذا الان شفنا الطاء بالمد الالف، شفنا الطاء بالمد بالواو، قال لنا حليمه حرف الطاء بالمد بالياء. نعم جيد، بالياء، يعني عندنا هنا الطاء بحركه الكسره. طي، الحرف اللي مناسب لها كيف قلتي هو الياء، وغادي نقراوها طي طي. نقراوها جماعه طي. نعيد مره اخرى طي. جيد، الان على الالواح غادي نكتبوا طي حرف الطاء مع الياء وحركه الكسره اللي سنقراوهم طي. نعم، نرفع الالواح. نعم مزيان مزيان صفيه. نعم نعم تبارك الله عليكم. نعم جيد، اذا طي شفناها الان كيفاش كتكتب،
والان كيف كيظهر امامكم على الشاشه باش نميزوا بين الحركه القصيره يعني والحرف الممدود. عندنا طي بالكسره تنقراوها قصيره طي، ثم عندنا مدوده بالياء تنقراوها طي. عندنا طي طي، نقراوها جماعه طي طي طي، طي. نعيد طي طي. جيد، باش نرسخوا هذا الحرف الادهان ديالنا غادي نشوفوه في كلمات اللي غادي تظهر اول كلمه على الشاشه. لاحظوا معايا هذه الكلمه، غادي نشوفوا حليمه تقول لنا فين جانا حرف الطاء الممدود في الاول. نعم في الاول، ونحاولوا نقراو هذه الكلمه. حليمه تقراها لنا طيب. نعم جيد، طيب طيب. نقراوها جماعه طيب. نعيد مره اخرى طيب. جيد، نشوفوها عاوتاني في كلمه اخرى حرف الطاء بالمد بالياء. نعم نشوفوا امينه تقول لنا فين جانا حرف الطاء الممدود في الوسط. نعم في الوسط، وشنو غنقراو الكلمه؟ خطيب. نعم خطيب خطيب، نقراوها جماعه خطيب. نعيد مره اخرى خطيب. جيد، اذا شوفوا حليمه اليوم الحرف اللي شفنا اين حرف الالف؟ الحرف اللي شفنا اللي كنقراوه حرف الطاء. حرف الطاء معي شفناه مع الالف والواو والياء. نعم، واش كنسميو هاد الحروف الالف والواو والياء؟ تنوين. لا واخا نشوفوا فاطمه اش كنسميوهم. الالف والواو والياء حروف المد. نعم حروف المد، يعني اليوم شفنا حرف الطاء مع حروف المد. عندنا المد بالفتحه، الحرف اللي كيناسبها كمد هو امينه الف. نعم وغادي نقراوها طاء. جيد، ثم عندنا المد ديال الضمه، الحرف المد اللي كيناسبها فاطمه الواو. جيد الواو، غادي نقراوها طا طا. لا طا عندها الضمه وحدها الواو. طو طو طو. نعم ثم عندنا المد ديال الكسره حليمه الياء. نعم الياء، وغادي نقراوها طي. جيد طي، اذا عندنا طا طو طي. نقراوها جماعه طا طو طي. نعيد مره اخرى طا طو طي. جيد، نشوفوا حليمه تقرا لنا طا طو طي. احسنتي فاطمه طا طو طي. نعم تنتي احسنتي، يعني كنقراو الحروف بشكل جيد مزيان. امينه طا طو طي. نعم احسنتي، الان غادي نراجعوا جميع والمشاهدين الكرام حتى هما يتبعوا معنا الكلمات اللي شفنا في الحصه اليوم ديال ماده القراءه والكتابه. عندنا طا طا، الكلمه هي طائره قطار. طا طا طائره قطار. ردوا من بعدي طا 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 طا. طائرة طائرة قطار قطار. ثم عندنا طو طو، سطور طوفان. طو طو، سطور طوفان. نقرأ جماعة من بعدي طو 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 طو، سطور سطور طوفان طوفان. وفي الاخير عندنا طي طي، طيب خطيب. طي طي، طيب خطيب. ردوا من بعدي طي 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 طي، طيب طيب خطيب خطيب. اذا بهذه الكلمات اللي قريناهم الان غادي نكونوا وصلنا لنهايه حصه ماده القراءه والكتابه، ولكن قبل غادي نكلفكم بواحد زوج تمارين اللي غادي توجدوهم عندكم في نهايه الحلقه رقم 49 ديال ماده القراءه والكتابه. وهاد التمارين يعني التمرين الاول اللي كيظهر امامنا على الشاشه مطلوب منكم فيه كيف العاده هو تدربوا على الحرف اللي شفنا اليوم اللي هو حرف الطاء مع المدود ثم الكلمات. في السطر الاول عندنا الطاء بالمد الالف طا، وتبعوا طريقه الكتابه ديالها على الخطوط الباهته. نفس الشيء بالنسبه لطو، حتى هي تنكتبوها بهذه الطريقه على الخطوط الباهته. ثم عندنا طي، حتى هي نفس الشيء. ثم كلمه سطور،
لاحظوا كيفاش كنكتبوها على هاد الخطوط الباهته. وفي الاخير كلمه خطيب حتى هي نفس الشيء تنكتبوها بهاد الطريقه اللي تبعتوا على الشاشه. وانتم في البيوت ديالكم غادي تكملوا طبعا التمرين الى نهايته. هذا هو التمرين الاول. التمرين الثاني اللي غادي يظهر امامنا على الشاشه فيه كلمات ثلاثه ثم فيه حرف الطاء مع المدود. عندنا الكلمه الاولى قطار، خطيب، طوفان، ثم عندنا طو طا طي. اللي مطلوب منكم هو انكم توصلوا الكلمه بخط مع الحرف اللي كيناسبها. قراو معايا هذه الكلمات: قطار، قطار، خطيب، خطيب، طوفان، طوفان. عندنا الحروف طو طو، نعم جماعة، طو طو، طا طا، طي طي. وبهاد التمارين بزوج اللي غادي نصحهم ان شاء الله في الحلقة المقبلة غادي نقول لكم بأن حصتنا وصلت نهاية ديالها. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة المقبلة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.